ديالي كيف دايري لاباس عليكم اشكو كتعاودوا جيتكم اليوم فيديو جديد هاد لا فيديو غادي نبارطاجي معاكم كيفاش وفين مشيت يعني وغادي نخليكم تكتشفوا من بعد فين راني انا بلا ما نطول عليكم غادي نخليكم مع لا فيديو مع هاد الصور الجميله علي ما تزبيوش واكيد الغزالات ديالي عرفتوني دابا فين راني بالضبط صراحه الحال ماشي زوين يعني كتصب شويه نتاع الشتاء الحال غري والبرد بزاف مي بون هذا هو ليفير ما غاديش خصك الا بغيتي تمشي لهاد الاماكن هذا من الاحسن تمشي لا في الصيف او لا في الربيع كيف ما كتشوفوا معايا البنات خرجت الشميسه اوغوزمون ماشي بحال في الصباح في الصباح كان الحال غري كانت شويه نتاع الشتاء صافي دو بيان ملي كنشوفوا الشميشه ميم بور مارشي بور سو برومني ايتترا هادو الحويجات اما ملي كتكون الشتاء كطيح راه ما كتستمتعش وباش بغيت نقول لكم بالنسبه لهذا الفواياج هذا جاني غير على غفله يعني ما كنتش دايره باش غادي نمشي له يعني ما بين ليله وضحاها كما كنقولوا صافي قررت ديسيديت انني غادي نمشي لان كان عندي شي شغل تماك بغيت نقضيه وبلا ما نطول عليكم غادي نخليكم مع لا فيديو فيديو يكون عجبكم ما تنساوش بارطاجيو مع احبابكم وصحابكم ما تنساوش لي لايك ولي كومونتير كنبغيكم بزاف بزاف واللي ما تابوناش يتابونا في لاشين ديالي غرو بيزو